امبارح طبعا ما فيش شك ان كلنا كنا بنتابع قرعه الدور الحاسم من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022. مصر جت في مواجهه قويه جدا مع السنغال، لكن ان شاء الله هنقدر نتجاوز الماتشين اللي هيتلعبوا في شهر مارس اللي جاي. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن قرعة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وضعت القرعة منتخب مصر صاحب التصنيف الثاني في مواجهة مع منتخب السنغال صاحب التصنيف الأول، على أن تقام الجولة الفاصلة على مبارتين ذهاباً وإياباً، الأولى تقام في القاهرة في 24 من مارس، والثانية في السنغال في 29 من مارس القادم. ومع إعلان القرعة سادت حالة من ردود الأفعال على تلك المواجهة القوية بين المنتخبين الكبيرين في القارة الإفريقية، وعقدت المقارنات بين نجمي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نجم منتخب مصر وساديو ماني نجم منتخب السنغال. وبات من المؤكد أن كأس العالم 2022 يخسر أحد النجمين العالميين في عالم كرة القدم وكتيبة من النجوم المتألقين في القارة العجوز والقارة السمراء. كما شهدت القرعة مواجهات أخرى قوية للمنتخبات العربية وبعضها وصفت بالسهلة، حيث وقع منتخب الجزائر في مواجهة أخرى حديدية مع منتخب الكاميرون القوي والعنيد، وهي مواجهة تحمل ذكرى سيئة للمنتخب الجزائري الذي ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية من الدور الأول وخسر لقبه الإفريقي على الأراضي الكاميرونية. ويواجه المنتخب التونسي نظيره المالي وإن كانت أسهل نسبياً، وتصب الترشيحات في صالح منتخب نسور قرطاج. وسادت حالة من الارتياح في الأوساط الكروية المغربية بعدما أوقعت القرعة منتخب المغرب في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية والذي يعتبر أقل الفرق العشر كروياً وفنياً، لكن لا يؤمن دهاء المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر في قيادة منتخب الكونغو الديمقراطية والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والذي يسعى لتكرار تجربة التأهل للمرة الثانية على التوالي مع منتخب من القارة الإفريقية بعد نجاحه مع منتخب مصر في كأس العالم 2018. وآخر المواجهات تحمل طابعاً كلاسيكياً في القارة الإفريقية وهي بين منتخبي غانا ونيجيريا، ويشهد شهر مارس تأهل 5 منتخبات لكأس العالم عن القارة الإفريقية من أصل 10. طبعا مواجهة قوية بين صلاح وبين ماني، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. مباراة الذهاب هتكون 24 مارس، ومباراة هنا في القاهرة، ومباراة الإياب هتكون 29 مارس في دكار. القرعة أسفرت عن 5 مباريات، مصر تلعب مع السنغال، والكاميرون ضد الجزائر، ونيجيريا ضد غانا، والكونغو ضد المغرب، وتونس ضد مالي. طبعا يعني لازم نكون ورا منتخبنا بشكل كبير، ندعمه، ويعني على مواقع التواصل الاجتماعي شوية في حالة كده من عدم التفاؤل، لكن خلينا يعني عدينا حاجات كتير أصعب من دي، وإن شاء الله سواء المباراة اللي جاية مع الكوتيفوار في كأس أمم أفريقيا وكمان مباراة السنغال، كل هذه المباريات تعدي على خير ونحتفل بمنتخبنا الوطني. ويعني كنا بنشوف الناس بتشجع الجزائر ازاي رغم الخساره الكبيره. صحيح. اللي خسرتها الجزائر، لكن كان في روح قويه للمنتخب حتى بعد الخساره. انت بتقولي حاله من التشاؤم يمكن من الاداء خلال الفتره اللي فاتت، لكنه مشروع، لكن في النهايه لا نملك غير اننا ندعم المنتخب في هذه المرحله. احنا عندنا كمصريين في الجينات بتاعتنا كده اسمها روح المصريين، دي لو حضرت هنعدي الماتشين بمنتهى السهوله، سواء اللي في تصفيات كاس العالم او في البطوله الافريقيه. هي الفكره في اللعب الروح، احنا ممكن يكون عندنا تحفظات على اداء المدير الفني، تحفظات على اداء بعض اللعيبه، لكن في النهايه اللعيبه دي لو لعبت بروح، ويمكن انا مش هرجع ورا لاجيال قديمه، انا هرجع لكاس العرب لما لعبنا الجزائر كان عندنا روح حلوه قوي واحنا بنلعبهم، فلو استعدنا هذه الروح واسترجعنا هذه الروح ان شاء الله نعمل مباراه بالتأكيد مهمه جدا خلال الفتره اللي جايه.